بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كما تقدم أن تحدثت في إحدى الدروس في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، تكلمت عن تفسير سورة الفاتحة وهي أفضل سورة في كتاب الله. أتحدث اليوم بإذن الله عن أفضل آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية وهي آية الكرسي تعتبر أفضل آية في كتاب الله، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضلها، ومن فضل هذه الآية أيضاً أنها تقرأ في أذكار الصباح والمساء، ومن فضلها أيضاً أنها من ضمن الآيات التي تقرأ على الشخص إذا كان مريض، يعني في الرقية. ومن فضلها أنه ورد حديث يحسنه بعض أهل العلم، وهو عند النسائي وغيره، من قرأ دبر كل من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، حسنه أهل العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي آية عظيمة وجليلة. ثم تحدث العلماء عن بعض أسباب عظمتها، فمن ضمن الأقوال قالوا إن فيها اسم، من ضمن الأشياء قالوا فيها اسم الله، اسم الحي والقيوم، وأسماء الله وصفات الله قامت على أن تكون صفات ذاتية وصفات فعلية. والذي يمثل الصفات الذاتية اسم الحياة الحي، والصفات الفعلية يمثلها اسم القيوم. وذكروا أقوال يعني غير هذا القول. يقول الله سبحانه وتعالى الله، وهذه الآية في سورة البقرة، يقول تعالى: الله لا إله إلا هو. الله اسم من أسماء الله تعالى، وهو أفضل الأسماء على الإطلاق. ولذلك يقول العلماء إنه يصح لك أن تقول إن العليم والسميع والقدير من أسماء الله، ولا يصح لك أن تقول إن الله من أسماء السميع، لأن جميع الأسماء الحسنى تتبع اسم الله لفظ الجلالة. وقالوا، والدليل على هذا قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فجميع أسماء الله سبحانه وتعالى تتبع هذا الاسم، اسم الله. وقد قرر إمام العربية سيبويه أن أعرف المعارف هو اسم الله لفظ الجلالة. وقد ذكر في كتاب الله أكثر من 1000 مرة اسم الله سبحانه وتعالى، ويأتي بعده في الفضل اسم الرحمن. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومعنى الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو تشتمل هذه الجملة العظيمة الكريمة على ركنين. الركن الأول النفي، لا إله إلا هو، والركن الثاني الإثبات.
لا يصح أن تأتي بالنفي دون الإثبات، ولا يصح أن تأتي بالإثبات دون النفي، لا بد منهما جميعا. فلا إله إلا، وهذه اللفظة، لفظة لا إله إلا الله، لها شروط، شروطها الإخلاص والانقياد والمحبة والقبول وغير ذلك كما ذكر أهل العلم. فالله تعالى يقول لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، يعني التقدير الصحيح الذي عليه أهل العلم وهو مذهب السلف الصالح أن معنى لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن فلا إله إلا هو معناها لا معبود بحق إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي اسم من أسماء الله يدل على الحياة الكاملة التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كحياة المخلوقين، فحياة المخلوقين فيها نقص لأن المخلوق لم يكن شيئا مذكورا، كان معدوما ثم وجد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، بخلاف حياة الله، فحياة الله غير مسبوقة بعدم لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. ثم المخلوقات في حياتها يعتريها النقص، فيحتاج المخلوق إلى الأكل والشرب، فهو يفتقر إلى غيره من المخلوقات، ويتعب وينام وغير ذلك، بخلاف رب العالمين فلا يعتريها النقص فلا ينام، بل إنه لا تأخذه السنة وهي مقدمات النوم، فضلاً عن النوم العميق الذي يهجم على القلب هجوماً. وكذلك المخلوق فإنه، ولذلك لما أراد الله الرد على النصارى القائلين بأن عيسى ثالث عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلن الطعام، يعني كيف يكون في زعمكم ثالث وهو يفتقر إلى مخلوق، كيف خالق أو كيف يعني يفتقر إلى مخلوق، هذا لا يصح. فالله رب العالمين لا يفتقر إلى شيء، فهو حياته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثم في حال حياته لا يلحقه الفناء فلا يموت، ولذلك قال تعالى وتوكل على الحي ثم اردفها بكلمة الذي لا يموت، لأن جميع المخلوقات ينتهون كما قال تعالى كل من عليها فان، وقال كل شيء هالك لا وجهه، وغير ذلك من الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن فحياة الله غير مسبوقة بعدم، ولا يعتريها نقص، ولا يلحقها الفناء، فهي كمال في كمال. وحياة المخلوق يعتريها النقص ومسبوقة بعدم، ويعتريها النقص ويلحقها الفناء. القيوم اسم من أسماء الله ومعناها القائم بنفسه المقيم لغيره، فليس أحد من الخلق يستغني عن الله طرفة عين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله الإمام شيخ الإسلام يقول تأملت أنفع الدعاء فوجدته في أن يعينك الله، فتفتشت عنه في كتاب الله فوجدته في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان إذا لم يعن من الله فإنه مخذول. الحي القيوم، هذا القيوم سبحانه لا نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يأخذه مقدمات النوم النعاس ولا النوم الذي يهجم على القلب هجوما. ولذلك ورد في الحديث أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، وذلك لكمال قيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكر علماء البلاغة أنه قد مبحث اسمه مبحث التقديم والتأخير، لماذا قدم النعاس أو السنة على النوم العميق؟ قالوا نبه بالأدنى على الأعلى، لأن الذي لا يأخذه الأدنى وهو النعاس
من باب أولى لا يأخذه الأعلى وهو النوم الذي يأتي مع القلب هجوما. لا تأخذه سبحانه سنة ونوم. له سبحانه يعني ما في السماوات ملكا وخلقا ورزقا وتدبيرا، فلا يدبر الكون ولا يدبر كل شيء إلا الله. لا يدبر الكون لا الأقطاب ولا الأوتاد ولا الأغواث ولا غير ذلك من الخرافات ولا باطل. لا يدبر الكون إلا الله الذي خلقه سبحانه وتعالى. فالله له ما في السماوات ملكا وخلقا ورزقا وتدبيرا، وله ما في الأرض ملكا وخلقا ورزقا وتدبيرا سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا استفهام عند العرب، خرج مخرج النفي. فمعنى ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يتوسط لأحد يوم القيامة حتى يستأذن من الله. وهذا يدل على تمام ملك الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل المخلوقات أفضل الخلق لا يشفع للخلائق حتى يستأذن من الرب سبحانه وتعالى، ويقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، كما صح في الحديث في حديث الشفاعة، وهو أفضل الخلق عموما. ولذلك قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا نفي لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء وارضى. وشيئا نكرة صيغة مساق النفي، والنكرة في عند علماء أصول الفقه من النكرة في عند علماء أصول الفقه إذا صيغت مساق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فهي تعم، مثل لفظة كل. وهذه أمثلة، يعني هذا قصدي القاعد عندهم. وأيضا من الفاظ العموم عندهم مثلا لفظة كل وقاطبة وكافة، ما أرسلناك إلا كافة الناس بشر نذير، وغير ذلك. فالمقصود أن قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يتوسط لأحد حتى يستأذن من الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما بين يديك، يعني جميع تاريخك منذ خلقك إلى أن تلقى الله. هذا معنى كلمة يعلم ما بين يديهم. وما خلفهم منذ دخولك القبر هو أول منازل الآخرة حتى تنفض الغبار عن رأسك متوجها إلى الله ليفصل بين العباد، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أسأل الله رزقنا وإياكم ووالدينا والمسلمين هذه الجنة. فالله تعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يحاط بالله علما إلا بما شاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي من علمه من يشاء من خلقه. فالله سبحانه وتعالى علم الملائكة، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. وعلم الأنبياء وعلم الرسل وعلم العلماء وعلم النملة الصغيرة التي تدب على الأرض كيف تحفظ قوتها. والله تعالى يقول: فالله سبحانه وتعالى قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا نفي لا تعلمون شيئا، أي شيء، شيئا نكر صيغة مساق النفي تعم كل شيء. ثم علمه الله كما قال الله: علم الإنسان ما لم يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع شمل كرسيه وهو موضع القدمين على ما يليق بجلاله وعظمته. وكما أن العرش الرحمن مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، فالكرسي موضع القدمين لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء والسمع البصير. فهذا الكرسي معناه أنه أكبر من السماوات وأكبر من الأراضين، بل يسع السماوات والأراضين. يعني لو مثلا وضعت السماوات والأراضين في هذا الكرسي أصبحت نقطة في بحر أو ذرة في فلات من الأرض، وهذا يدل على عظمة رب العالمين. فما بالك بالذي مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وسمع البصير، ومن أسمائه الكبير العلي الكبير، فهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى.
فالله تعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم قال ولا يؤوده نفي، يعني أن الله لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات مثلا من السقوط، وحفظ الأراضي من الاضطراب سبحانه وتعالى، فهو ما يتعب ولا يتعب سبحانه وتعالى لكماله، لكمال قوته. ولذلك قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم تأتي ماء النافع عند العرب وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. فالله تعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، يعني لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، وهو سبحانه العلي العظيم. العلي العظيم اسم من أسماء الله، العلي بأنواع العلو الثلاثة، وهو الذي يثبت علماء السلف أن الله عالي بأنواع العلو الثلاثة، لا بد من أنواع العلو الثلاثة، وهي علو الذات الرحمن عرش استوى، علو القهر وهو القاهر فوق عباده والحكم الخبير، علو الصفة بمعنى أن الله تعالى حي والمخلوق حي، لكن صفة الحياة وغيرها من الأسماء والصفات أعلى من حياة، أعلى من صفات المخلوق، فالله حي والمخلوق حي، لكن حياة الله غير مسبوقة بعدم، لا يعتريها نقص، لا يلحقها فنى، وحياة المخلوق مسبوقة بعدم ويعتريها النقص ويلحقها الفنى. إذن فصفة الحياة أعلى عموم الصفات، الأسماء والصفات جميعا أعلى، الخالق أعلى من المخلوق، هذا معنى علو الصفة. إذن فتنتبه لهذا الموضوع، ما هو؟ تركز على هذا الموضوع، وهو أن الله سبحانه وتعالى، علماء السلف وأهل السنة والجماعة وما كان على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يثبتون لله أنواع العلو الثلاثة: علو الذات الرحمن عرش استوى، علو الصفة، علو القهر وهو القاهر فوق عباده الحكم الخبير، وهو العلي العظيم. العظيم من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه يطوي السماء بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعوده، وأنه يقبض يطوي الأرض بيده، يقول وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه أمثلة في القرآن والسنة مليئة بالأمثلة على عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو تفسير الإجمالي لهذه السورة، لهذه الآية الجليلة العظيمة، وحق لها أن تكون أفضل آية في كتاب الله من بين 6,000 آية وزيادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت من الأعداء والحاسدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.